وفاة غانم المفتاح نجم افتتاح مونديال قطر لعام 2022. حقيقة وفاة غانم المفتاح والتي تم تداولها على الكثير من المواقع قبل ساعات، نجم كأس العالم 2022 والذي ألقي كلمة الافتتاحية في صالة مونديال قطر، كما عاني غام من متلازمة التراجع الذيلي والتي تعتبر واحدة من الأمراض النادرة التي تصيب عدد قليل من الأشخاص بالعالم. ينتج هذا المرض بسبب عدم اكتمال تكوين الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل طبيعي قبل الولادة. حقيقة وفاة غانم المفتاح. تم نشر الكثير من الأخبار على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحتوي على أخبار بوفاة الشاب بالمعجزة القطري غام المفتاح، ولكن كل تلك الأخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، كما نفت الصحف القطرية عبر حساباتها الرسمية جميع الأخبار التي تفيد بوفاة الشاب، وصرحت بأنه ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة. من هو غانم المفتاح؟ غانم المفتاح هو شاب قطري الجنسية، يبلغ من العمر 20 عاما، ولد في الخامس من شهر مايو لعام 2002، هو من مواليد مدينة الدوحة بدولة قطر. تم تعيينه كسفير للنوايا الحسنة بدولة قطر، كما حصل على الكثير من الألقاب، ومن بينها لقب قاهر الإعاقة والفتى المعجزة. رحلة غانم المفتاح. عاني غانم المفتاح نجم افتتاح كأس العالم 2022 من متلازمة التراجع الذيلي، ويعتبر اضطراب خلقي يندر حدوثه بسبب عدم تكون الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل متكامل قبل ولادته. يعمل هذا المرض على تشوهات في جميع الأعضاء البولية والتناسلية، كما يصيب شخص واحد من بين 25 ألف شخص في العالم، وكان غانم واحد من الأشخاص التي أصابها هذا المرض. لديه شقيق توأم يسمي أحدا، كما أنه طبيعي. رغم نصائح الأطباء الكثيرة إلى والدته بإجهاضه قبل ولادته رأفة به لأنه سيولد غير مكتمل، إلا أنها أصرت على إنجابه والعناية به، كما ذكر غانم أثناء الافتتاحية، وقالت للأطباء: عن أي رحمة تتحدثون؟ ورب أرحم بطفلا مننا ومنكم. فولد في الشهر السادس وكانت ولادته صعبة، تم تتويجه بالكثير من الأعمال والألقاب. هو أيضا قارئ قرآن يتحلي بصوت عذب، تمكن من تعلم السباحة وغيرها الكثير من الرياضات. رحلة غانم المفتاح. عاني غانم المفتاح نجم افتتاح كأس العالم 2022 من متلازمة التراجع الذيلي، ويعتبر اضطراب خلقي يندر حدوثه بسبب عدم تكون الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل متكامل قبل ولادته. يعمل هذا المرض على تشوهات في جميع الأعضاء البولية والتناسلية، كما يصيب شخص واحد من بين 25 ألف شخص في العالم، وكان غانم واحد من الأشخاص التي أصابها هذا المرض. لديه شقيق توأم يسمي أحدا، كما أنه طبيعي. رغم نصائح الأطباء الكثيرة إلى والدته بإجهاضه قبل ولادته رأفة به لأنه سيولد غير مكتمل، إلا أنها أصرت على إنجابه والعناية به، كما ذكر غانم أثناء الافتتاحية، وقالت للأطباء: عن أي رحمة تتحدثون؟ ورب أرحم بطفلا مننا ومنكم. فولد في الشهر السادس وكانت ولادته صعبة، تم تتويجه بالكثير من الأعمال والألقاب. هو أيضا قارئ قرآن يتحلي بصوت عذب، تمكن من تعلم السباحة وغيرها الكثير من الرياضات.